بالنسبة لهذا السباق الدولي الأول على الطريق، دي أول مرة تنظمه مقاطعة مولاي رشيد بواحد المسافة اللي هي ديال 10 كيلومتر. سبق لنا أن نظمنا سباقات يعني بخمسة ديال الكيلومتر، ولكن 10 كيلومتر أول مرة. ونشكر السلطات المحلية التي يسرت لنا الأمر، لأن الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى ضبط من ناحية السير والجولان. ونحن للتو الآن قادمون من جولة قمنا بها في التراجي كله اللي غادي يقوموا به المتسابقين غدا في الصباح، دزنا فيه كامل اللي هو 10 ديال الكيلومتر، ماشي سهلة. ولكن على العموم هذه بداية، هذه تجربة إن شاء الله الرحمن الرحيم. النسخ الأخرى من هذا السباق إن شاء الله لا شك أنها ستكون أحسن، وسيكون التنسيق فيها أقوى مع الجامعة المغربية لألعاب القوى، ويكون بالمعايير ديال المهنة كما يقال لزارد ميتي. فنطلب الله سبحانه وتعالى تكون هذه بداية إن شاء الله تكون موفقة، على أساس أن إن شاء الله النسخ المقبلة ستكون يعني تتحسن، يتحسن السباق دورة بعد دورة.